نظمت مؤسسة سجايا فتيات الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين أمس جلسة حوارية قرائية بهدف تعزيز حب المطالعة في نفوس الأجيال الجديدة وتحفيز الصغار واليافعين على القراءة واتخاذها عادة يومية. واستضافت الجلسة التي تأتي تزامنا مع شهر القراءة الوطني الكتاب اليافعين الشيخ غاية القاسمي وحفص الضنحاني وفاطمة محمد وعلي المرزوق الذي يعد أصغر ناشر إماراتي صاحب دار النشر الإماراتية مدار. وناقشت الجلسة الحوارية التي استهدفت منتسبات سجايا والكتاب الصغار وأولياء أمور الطلبة أهمية القراءة وفوائدها على المخزون الفكري والمعرفي، كما استعرضت التجارب الشخصية الخاصة لكل كاتب والدوافع التي قادتهم نحو الكتابة والتأليف والنشر. هذا وشهدت الجلسة توقيع كتاب للشيخ غاية القاسمي واستعراض مؤلفات خاصة للكتاب المشاركين.